أساتذة والمحاضرين، اليوم راح نفرجيكم كيف نقدر نربط الجوجل كلاس روم مع الجوجل ميت لحتى يكون في عندي رمز خاص ولينك خاص يدخل فيها الطلاب على المحاضرة أو على الصف بشكل دائم من غير ما الأستاذ أو المحاضر يرجع يعطيهم لينك جديد لكل محاضرة. فوقت ما أفعل هذا الخاصية راح يبين عندي ميت لينك، يعني الطلاب بيفتحوا الجوجل كلاس روم على اللابتوب، وراح أفرجيكم كمان كيف راح يبين على الجوال أو الهاتف الذكي. فبيبين عندهم هذا اللينك، بمجرد أنهم يضغطوا على اللينك بفوتوا جوا المحاضرة، والأستاذ كمان راح يدخل على المحاضرة من ضمن هذا اللينك، لأنه هذا اللينك صار ثابت للمساق تبعك، بتضلك تدخل على نفس اللينك لكل محاضرة، وهذا بيكون خاص بكل أستاذ وكل مساق. فيعني وقت ما الطلاب يضغطوا على هذا المحاضرة ما راح يدخلوا الطلاب تانيين من برا المساق. فجوجل بيعطي كل أستاذ في كل مساق بيعطوهم رمز خاص، يعني أو خلينا نحكي لينك خاص عساس تدخل فيها أنت وطلابك في كل مرة عندكم محاضرة، وهذا بيسهل علينا. هلأ راح نشوف كيف نقدر نفعل هذا الخاصية الجديدة. فبدي أجي على مساق لسه مش مفعل فيها هاي الخاصية، فبنيجي بنشوف إنه بس موجود عندنا الكلاس كود عشان الطلاب يدخلوا جوا المساق على الكلاس روم، بس لسه ما في عندي اللينك تبع الجوجل ميت. بدي أجي هنا فوق على السيتينجز هنا وأضغط عليها، وبدي أنزل لتحت، وفي عنا هنا إشارة ميت اللي هي تبعت الجوجل ميت. هلأ بدي أعمل جنريت ميت لينك، إنه أخلي جوجل تعمل لي ميت لينك للمساق تبعي، وهذا هذا اللينك بيكون ثابت. فبضغط عليها، وهنا بدي أكبس، طبعا بيفتح على طول، بس بدي أتأكد إنها مفتوحة، إنها visible to students، إنه الطلاب بيقدروا وقت ما يفتحوا المساق يشوفوا هذا اللينك. فهلأ وقت ما أحط save رح يرجع يظهر عندي نفس المساق، بس هلأ صار في عندي لينك خاص فيه. فهلأ إذا فتحت هذا اللينك وضغطت عليها رح يفتح عندي إني أدخل على المحاضرة، والطلاب بنفس اللينك بيدخلوا، والأستاذ بنفس اللينك بيدخل. هلأ راح أفرجيكم كيف ببين على الجوال، ببين بطريقة مختلفة شوي. كيف راح يظهر عن طريق الكلاس روم؟ فبضغط هنا على كلاس روم على التطبيق. وراح أطلع على المساق تبعي مهما كان المساق يعني، وقبل ما أعطي المحاضرة لهي المساق أو وقت ما يكون في محاضرة والطلاب بدهم يضغط يجوا على المساق، بيشوفوا إنه هنا فوق في إشارة كاميرا اللي هي الإشارة الجوجل ميت. فبس بمجرد إنه الطلاب يضغطوا عليها، بس أكيد كمان لازم يكونوا منزلين الجوجل ميت أو الجوجل هانج أوت ميت على الجوال، فبمجرد انهم يجوا ويضغطوا عليها بيحكي لك انك to join the meeting، وبتدخل جوا هذا الميتينج. فهنا لسه بتقدر تشارك، بتقدر تشاركها مع الطلاب، بس الطلاب بيكون في عندهم طريقة سهلة انهم يدخلوا على المحاضرة بشكل دائم بأوقات المحاضرة من غير ما الأستاذ يرجع يشارك نفس اللينك دائما. وطبعا مثل ما حكينا، الواحد بده يكون إذا عم بيدخل عن طريق الجوال بده يكون منزل الكلاس روم والجوال. يعطيكم العافية.